فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. أقول كتاب اللقطة من صحيح البخاري: باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني شيخ أصحاب الكتب الستة، وما في كتب الستة أحد اسمه قتيبة بن سعيد إلا قتيبة بن سعيد البغلاني. قال حدثنا إسماعيل بن جعفر من ثقات الإثبات. قال حدثنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن الرأي، ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك، عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، قال: عرفها سنة، ثم عرف وكاءها وعفاصها، ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. قالوا: يا رسول الله، فضالة الغنم. قال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: يا رسول الله، فضالة الإبل. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه، ثم قال: ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها. هذه الحديث فيها جمل كثيرة، من الجمل الكثيرة هو أنه الرجوع إلى العالم، وهو سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه على ما يعني له في هذا الباب في مسائل اللقطة، ما يجده المرء في الطريق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: عرفها سنة، ثم اعرف عفاصها وكاءها وعفاصها. والمعنى هنا أنك لابد أن تعرف ضوابطها وتعرف مدخلها ومخرجها، ثم بعد ذلك تعرضها وتعرفها في المواطن أو في الأماكن التي يظن فيها أن صاحبها يأتي ليسأل عنها. قال: وعفاصها، ثم استنفق بها. قال: عرفها سنة، وأن يعرفها سنة، وهذا طبعا على خلاف من قال بالتعريف ثلاث سنوات أو ثلاث سنوات. عرفها سنة، يعني هنا الآن. نعم، أنا ما عندي التعليقات، لا تظهر النت، في شيء ضعيف جدا. قال: عرفها سنة. نعم، ثم فقال: ثم استنفقها، فإن جاء ربها فأدها إليه. وهذه فيها أنه في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها وديعة، لأن هو ذكر في حديث زيد بن خالد الجهني قال: ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأديها إليه، فإنما هي وديعة عندك. العلماء أجمعوا على أن الآن أعتقد البث سيكون جيدا. نعم، أجمع أئمة الفتوى أن صاحب اللقطة إذا جاء بعد الحول فوجدها عند من التقطها أنه أحق بها وأنه يأخذها، أنه حق بها وأنه يأخذها. فإذا المسألة هنا قال عرفها سنة، المسائل التي تتعلق بالحديث الأولى الرجوع إلى العلماء، فهو دخل زيد بن خالد الجهني ذهب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يفعل فيما يجده في الطريق، فقال لهم سلام: عرف اللقطة، عرف. واللقطة هي كل ما يتهافت عليه الناس، أما الأمر الذي لا يتهافت عليه الناس ليس باللقطة، وله أن يستنفقه وله. نعم، الآن تظهر التعليقات، تظهر الآن البث ابتدى يكون جيدا. نعم، فقال عرفها سنة. نعم، وهذه التي يتهافت عليها الناس، التي لا يتهافت عليها الناس يستنفقها، أول ما 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 أول ما يمسي ما 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 يلتقطها يستنفقها. فقال عرفها ثم استنفقها. هذه اختلف فيها العلماء على قولين، لأنه بعضهم قال بأنه إذا جاء بعد العام صاحبها ليس بحق بها، إذا جاء صاحبها بعد العام ليس بحق بها، ويكون قد تصرف فيها من التقطها لا يضمنها. قالوا لا يضمنها، ولأنه رضي الله عنه عبد الله زادك الله حرصا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ثم استنفق بها. فقالوا إذا أمر أن يستنفق بها إذن فقد ملكها، إذن لا يضمنها بعد الحول، وهذا خطأ بين. نعم، الآن أرى دكتور تامر جزاك الله خير. فصاحب اللقطة كما قلت لو جاء بعد العام وموجودة عند الذي التقط وجب أن يردها. طب غير موجودة، لو غير موجودة، قال العلماء
هنا يضمنها، يضمنها لأنها لصاحبها فيضمنها له. والدلالة على ذلك أن جاءت في رواية عن السلام قال إنما هي وديعة عندك، وفي الرواية الأخرى وقال بعض أهل العلم قال إن استنفقها فلا يضمنها، لأن النبي أباح له أن يستنفقها، قال ثم استنفق بها، ثم استنفق بها. وصحيح أنه يستنفقها فإن جاء صاحبها يردها، لأن النبي قال إنما هي وديعة عندك، إنما هي إذن يدك يد وديعة، يد أمانة، يد ضمان، واجب عليك أن تردها كما يعني في هذا الباب. فيضان الله الحمد لله رضي الله عنك عبيد، حفظكم ربي من كل سوء. فهنا جمع عند الدليلين في هذا الباب استنفقها شأنك بها، وقوله إنما هي وديعة عندك أنه يستنفقها، أنه يستفيد منها بعد عام، لكن لو جاء صاحبها يكون ضامنا لها. قال يا رسول الله فضلت الغنم، قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. مالك قال إذا قال له خذها فأكلها فجاء صاحبها لا يضمنه، والشافعي قال يضمنه، وهذا الصحيح. لا، 10 جنيهات هذه لا يتهافت عليها الناس الآن، 10 جنيهات بمثابة جنيه، هذه انفقوا. لو أن يستنفقها بعد عام استفادة منها بعدما حرصها عاما، لكن لو جاء صاحبها فيد يد يد ضمان، عليه أن يضمنها له، لأن هذا مال الغير، لأنها لا تنتقل بالتقاعد، لا تنتقل ملكية. لكن لما حرسها ولم يأتي وكان في غلبة الظن ولن يأتي، أمره صلى الله عليه وسلم أن يستنفقها حتى لا تتلف وحتى يستفيد منها. وضلت الغنم قال حرق النار، وقال هي لك أو لأخيك أو لذئب، أي لك أن تلتقطها. فإن التقطها وأكلها وجاء صاحبها يعني أنا عم أنفقها على نفسك، فله فهو يضمنها له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأديها له فإنها كانت وديعة عندك. ثم سئل عن ضالة الإبل قال ما لك ولها، تفضل يا محمود، قال ما لك ولها، معها سقاؤها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها، يعني تتقوى وتستعن تنقذ نفسها كما شرحنا قبل ذلك، فلا تلتقط. وبعضهم فرق بين أن تكون في صحراء وبين أن تكون في مصر من الأمصار، يعني جعلوا الأمر على أساس إذا كانت تحمي نفسها فلا تلتقط، وإلا فلا. آمين آمين رضي الله عنك يا طارق، حفظك ربي يا مصطفى. وكما قلنا البقر عين عين، البقر يعني قد تكون في مهلكة فتكون كالغنم يلتقطها، وإن لم تكن وتستطيع لها قوة تستطيع أن تدفع عنها من يبغي عليها، فإذا تأخذ حكم الإبل. الفوائد المستنبطة: وجوب الرجوع للعلماء، استخلاص الحكم من لملمة شمل الآثار عن النبي المختار، فإذا ثلاثة اختلاف الأحوال يؤدي لاختلاف الأحكام. شوف، اختلف حال الإبل مع حال الغنم، فالغنم قال التقطها لأن الذئب سيأخذها، أما الإبل فقال لا دعها فيها قوة، دعها لصاحبها. في أسئلة تفضلوا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.